الاخيره يا دكتور محمد، احنا خلاص هنلعب في الاستاد خلال الفتره، استاد القاهره خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. وبرضه انا يعني برضه خلال البرنامج قناه الاهلي برضه انا بصراحه حابب اشكر شركه السادات جدا، طبعا ناس قمه في الاحترام معانا، متعاونين، في تعاقد بيننا وما بينهم، ورغم كده برضه هم يعني عايزين مصلحه النادي الاهلي ومصلحه جمهوره، ففي مرونه وتعاون في الجزئيه دي معاهم. وبرضه هيبقى في اجتماعات اكيد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه السادات ومع استاذ سيف الوزيري برضه اللي انا حابب اشكره الحقيقه بشكل خاص، يعني شخصيه محترمه وشخصيه بتجتهد بقوه لرفعه الرياضه المصريه بشكل عام مظبوط خلال الشركات الوطنيه سواء المتحده او السادات. لكن هو الحقيقه جزئيه السادات هم متعاونين معانا في الحته دي، يعني احنا كان عندنا تعاقد معاهم في استاد السلام، ورغم كده برضه لما لمسوا ان في صعوبات عندنا في الموضوع ده سواء فنيه من ناحيه المدير الفني انه صعب انه يلعب هناك، او من ناحيه الجمهور عندنا كمان ان هو جمهور صعب استاد السلام بالنسبه له الوصول اليه وفي معوقات كتير، فكان في تجاوب منهم ان احنا يعني يبقى في لعب في استاد القاهره، وان شاء الله يبقى في اجتماعات اخرى ان احنا نحسم الملف ده باذن الله قريب ان شاء الله قريبا جدا كل هذه الامور يتم حسمها. انا مره تانية ببارك لحضرتك دكتور محمد، وبنشكركم مره اخرى على، واتمنى ان يصل صوتنا لكل مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على هذا المجهود الكبير وهذا المجهود الرائع اللي حضراتكم بتعملوه. انا عارف ان هو حاجه يعني بسيطه جدا بالنسبه للي بيعمله جمهور النادي الاهلي واللي وقفه ومسانده ودعم جمهور النادي الاهلي، فانا يعني حابب ان انا برضو كاحد جمهور النادي الاهلي او واحد من جماهير النادي الاهلي ان انا اشكر دكتور محمد واشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي تعرض الحقيقه خلال الفتره الاخيره لحاجات كتيره جدا، ولكن يظل دائما كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الموجودين بيخدموا اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فبشكرك جدا يا دكتور محمد مره اخرى. شكرا كابتن اسلام، شكرا عبد الرحمن، وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور محمد سراج.